من كره من كره من رم يعني ميته مثل ما بنحكي من اوت لعبوها باص ما في كان رقابه ولا تغطيه ولعبها اللاعب الايراني لكريم وما كان في رقابه داخل خط السته. كابتن بكرمان هذا الهدف يعني الخطا من اين الخطا وكيف يعني اللاعب الايراني احرز الهدف الجميل بطريقه جميله؟ الخطا اعتقد خطا لا يغفر لانه من الصعب جدا في كره القدم ان تراقب المهاجم عندما يتحرك عندما يكون هناك رميه جانبيه من السهل جدا ان تراقب اللاعب فقط يجب ان تكون مركزا وان تنظر الى المنافس امامك وان تنتظر لحظه الكره وان تضغط عليه في تلك اللحظه الان هنا وهناك زميل يحاول أن ينبهه ويحذره لأن اللاعب كان وحيدا ولكن التحذير أتى متأخرا عندما كان الزميل ينظر كان اللاعب الإيراني قد فاز بظهر المدافع عن طريق السرعة وأمامه مساحة كبيرة وبأريحية وحتى قام باختيار العكسية المناسبة وكان زميله ناجحا في احراز الهدف. هنا نرى انه فقد اللاعب ومن المستحيل ان يلحق بهذا اللاعب عندما يبدا المهاجم في الركض يمكنك ان تجري بكل سرعه ولكن لا يمكن ان تلحق بهذا المهاجم. مشكله المدافعين عندما يركض وهو ينظر الى مرمى يكون المهاجم في وضعيه أفضل من المدافع وحارس المرمى يكون غير قادر على فعل أي شيء. إذن الهدف الجميل كما شاهدنا تكنيكيا كما يسمى مهاريا للاعب جميل كابتن بكمان مميز والتصويب ووضع الكرة كان جيدا الشيء الوحيد أنه لم يكن تحت ضغط المراقبة كانت تبدو وكأنه تدريبا كانت التمريره نحو المرمى وهناك دقه في وضع الكره التي تتخطى خط المرمى. كابتن سعد هذا الهدف جميل لشاهدناه المنتخب الايراني لكن في المقابل كما نشاهد المدافعين الكوريين الخطا الكبير بعدد كبير وهذا الخطا وهذا ما تحدثنا عنه. انا اعتقد الفريق الكوري منهك للامانه يعني بطريقه لعبهم واسلوبهم وتحركاتهم حتى الرجوع بالتغطيه يعني تحس انهم فريق منهك تعبان يعني لا. اليوم التغطيه هذه المدافعين انه يكون هو قبل المهاجم ما يعطي فرصه لهذه الكرات ولكن له بعض الهجمات كابتن سعد هدف ملعوب وجميل بطريقه لكن في المقابل رائع. المنتخب الكوري له بعض الهجمات يعني نشاهد جاءت بعض الهجمات بعد الهدف الذي احرز عليه كان له هجمات نعم يمكن المنتخب الكوري كما نشاهد تحرك لاحظ طبعا توزيع اللاعبين لكن تبقى هناك في مساحات كبيره بين اللاعبين ونقل الكره يؤدي بتصوري الى بعد اللاعبين عن بعض وعدم الضغط يعني مثل هذه الكره بالتمرير الايرانيين اعطوهم المساحه هذه الكره اللي ممكن يسدد فيها يخترق في هذه المساحه على المرمى الايراني لذلك لاحظ المدافع الايرانيين خمسه او سته متابعين اللاعب اعتقد لو تغطيه حاضر حارس المرمى ممكن ان الكره هذه يخطفها اللاعب. عبد الله لو شاهدنا هذه الحاله الخطا لو شاهدنا المدافع المتاخر لربما يكون يقع المنتخب الايراني في مشكله شاهد هذه اللقطه شوف هي كان في تباعد خطوط بين اللاعبين الايرانيين يعني التكتيك الجماعي لم يكن متواجد يعني كان فيها فوات كان بعض الاحيان ما كان موجود كان في تباعد بتمركز الدفاع الايراني وايضا الكوريين هم كانوا بيمتازوا بالهجمه المرتده ولكن يعني الهجمه هاي يعني ما مرت بشكل ممتاز لانه يعني شوف احنا شايفين تباعد الخطوط الايرانيين يعني الصراحه لو انه المنتخب الكوري يعني اجاد هاي الهجمه كان قادر انه يسجل هدف باعتقاد يعني نعم كابتن بكرمان هناك اخطاء للمنتخب الكوري يعني المنتخب الكوري يعتمد على الكرات الطويله الى الامام المنتخب الايراني افضل بدنيا وجسميا
بكل تأكيد أمام منافس آخر كان بإمكانهم أن يخرجوا بشيء إيجابي، ولكن الآن نرى التمريرة الطويلة، هذا شيء جيد عندما يأتي من الجناح إلى الجناح، ولكن الكرات المستقيمة إلى الأمام تكون في صالح المدافع المتمركز جيدا، ولديه طول القامة وبإمكانه أن يواجه الكرة ويسيطر عليها. في هذه الحالات لم تستفد كوريا من هذه الكرات، ولكن التمريرات الجانبية التي لم نراها في هذه المباراة كان بإمكانها أن تحسن لعب الكوريين، وهكذا كانت المباراة. هناك كرة وسهولة للدفاع الإيراني، وهذا لم يسمح للفريق الكوري أن يخلق فرص واضحة، فقط خطأ في آخر المباراة كان بإمكان الرقم 10 أن يسجل الهدف. يعني نستطيع نقول كابتن سعد ان الكره الطويله تنفع مع المنتخب الاسترالي وليس الكوري الشمالي، مع اللي عندهم اجسام، اللي عندهم هيدنج جيد، اللي عندهم قوه بدنيه. لكن يبقى بنوه الى شغله، يعني ان انتبه يعني بالدقائق الاخيره. نعم. انت لما تلعب امام فريق نتكلم عنده خبره قوي بامكانه يسجل. نعم. يجب انك تتعامل مع خط دفاعك بشكل جيد، يعني مثل المنتخب السوري في مباراته مع المنتخب الياباني. نعم. تعامل معاه بشكل انه ممكن يخلص المباراه. صحيح. انت قاعد تلعب مع فريق قوي عنده خبره سريع، يجب انك انت تنضبط، يعني انت متعادل وانت مغلوب على اساس. نعم. انك انت تبي اليوم كذلك المنتخب الايراني في الدقائق الاخيره يجب انه يتعامل مع ظروف المباراه انه فايز وتحكم. صحيح. فيها، لكن شوف خبرتهم شلون لعبوا الايرانيين. نعم. يمكن لمده دقيقه ونص او دقيقتين يلعبون بتاخير الكره عند 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 الكورنر، لما استهلكوا تقريبا دقيقتين والحكم صفر بنهايه المباراه. في بعض الفرق ما تتعامل مع المباراه بعد الخبره، بل بالعكس تريد تسجل اكثر. نعم. انت بيدك ثلاث نقاط وفايز. نعم. تعامل مع هالدقائق هذه الاخيره بشكل جيد حتى تطلع المباراه، لكن لا تتعامل معها. نعم. انك راح تسجل هدف ثاني، لان الفريق الاخر ترى ممكن يكون اقوى منك يسجل. نعم. عبد الله، في هذه لقطه شاهدنا المنتخب الكوري كان بامكانه ان يتعادل، ويعني الحظ لم يخدمه المنتخب الكوري. والله شوف انا قلت لك يعني انه خطا كبير، خطا يعني في كثافه موجوده دفاعيه وذكرناها من قبل، ولكن الرقابه غير موجوده على اللاعب الكوري، وايضا يعني ممكن هاي تكون هدف. فيوجد ثغرات بالدفاع الايراني، يعني لو استغلها المنتخب الكوري كان استطاع ان يسجل هدف، لولا هاي يعني هاي الكره حظ ان طلعت اوت. كابتن بيكرمان، يعني شاهدنا اخطاء كثيره من المدافعين في المباراه السابقه للمنتخبات، يعني لربما اضاعه المهاجمين هذه الفرص بكثره، لكن بكثافه عدديه للمدافعين لم يكن هناك شيء فعال. يجب أن يعملوا وأن يصححوا هذه الأخطاء، لأننا رأينا الكثير منها اليوم. على سبيل المثال الإمارات كان بإمكانها أن تحقق نتيجة أفضل، عندما تنظر إلى اللاعبين في الشريط الفيديو كان هناك 5 لاعبين أمام لاعبين وخسروا المباراة بهذا الهدف. يجب أن يعملوا ويصححوا الأخطاء، لأنهم قاموا بمباراة جيدة ولكنهم لم يفوزوا بها، وهذا شيء مؤلم عندما تقوم بكل العمل ولا توفق. هنا اللاعب الكوري لم يستغل الفرص، ما لم يحدث في 90 دقيقة حدث في آخر اللحظات، وكان أمامه أن يسجل التعادل ولكنه لم يصوب جيدا. من يعني شاهدت هذه 4 مواجهات، من 4 الفرق، من افضل مدرب من خلال وجهه نظرك في هذه المواجهه كتكتيكيا في المباراتين اليوم؟ في مباراتين اليوم اعتقد ان المدرب الايراني قام بعمل جيد مع المنتخب الايراني، هو الذي كان مدركا لضرورة ولأهمية النقاط 3 أمام الفريق الكوري المنافس الأقوى في المجموعة، وحسنوا الأداء مقارنة بمباراة العراق ولعبوا ب4-5-1 بمهاجم واحد وهو أنسر فار ولاعبين في الأطراف
كلاساري رغم 9 الذي لم يلعب المباراة الأولى، وترك مسعود على دكة الاحتياط، ونوكمان ونوري قاموا بعمل كبير في منتصف الملعب. لقد أعجبني كثيرا التكتيك والاستراتيجية التي قامت بها إيران وقاموا بالفوز، ولكن أصر على أن الإمارات قامت بمباراة كبيرة. كما تحدثنا عن هذه المقابلات والفوز للمنتخب العراقي والفوز للمنتخب الإيراني في نهاية هذا البرنامج، لا يسعنا الا نشكرك كابتن سعد الحوطي، ودائما انت مبتسم ونحن نبتسم معك دائما. ان شاء الله الابتسامة دائما على وجهك. والشكر موصول لك كابتن بيكرمان. كابتن عبد الله الشكر لك موصول. شكرا لك. شكرا كابتن. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.